أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في بعض الأئمة إذا قرأ القرآن أخذ يردد الآية أكثر من 3 مرات، ويرفع صوته في بعض الآيات ويخفض صوته في آيات أخرى، فهل هذا جائز؟ إذا كان المصلي يصلي وحده فلا بأس أن يردد الآية للتدبر، أما إذا كان يصلي بالناس فلا يردد، لأن هذا يشق على الناس، هذا يشق على الناس، بل يقرأ ويستمر. أما إذا كان يصلي لنفسه ولا ليس وراءه أحد فإنه لا بأس أنه يردد ويتدبر القرآن. نعم.